مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل أشواط صباحي هذا اليوم بالأثارة وبالحماس، أشواط الإذاعة، أشواط الإبداع والإمتاع. مشاهدينا متابعينا الكرام، في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الجميل الذي يحمل ميدان المرموم في هذا الختام الكبير والشيق على أرضية هذا الميدان، الشوط الذي يحمل رقم 21 انطلق قبل قليل بحفظ الله ورعايته، وخاص بالإبكار لإذاعة المحليات الأصايل. مباشرة بعد بداية الانطلاق نبحر في عمق الميدان ونسير بالمركز الأول، وهذه من تتصدر المجموعة سلسبيل، تعود ملكيتها محمد بن حميد بن محمد بن حارب الشامسي، تتقدم وتقود مساري هذا الشوط. تليها في المركز الثاني وتتواجد الشاهينية سعيد بن الحزيمي بالصغير العويسي، متواجد ابو محمد ومقدم هذه النوعية الجميلة والرائعة. بينما المركز الثالث، ثالث المراكز، هذه حشيمة تاتي في المركز الثالث، محمد بن عبيد بن مبارك الكتبي تتقدم على المركز الثالث. بينما المركز الرابع، أشوف رابع المراكز عليه دخول وتدخل من روعة، تتقدم ومبارك بالعث بالخزع العامري يتقدم في هذه اللحظات. بينما هناك من الجانب الآخر في هذه اللحظات والشاهينية لجاسم بن عامر بن سعيد بن حميد المشايخي اللي تقدمت، بينما هناك دخول في هذه اللحظات. هذه سلطة تعود ملكيتها معتوق بن رغش بن طبازة العامري تدخلت كذلك. بينما المركز السادس، هناك أشوف سادس المراكز، هذه الطيارة لسيف بن علي بالضحاك الشامسي، ركز يا بالضحاك. بينما المركز السابع وصلت له أيضا الطيارة لعلي بن عتيج بن راشد بن خفية يتقدم. أما ثامن المراكز، المركز الثامن هذه اللي تقدمت، اللي هي حكاية تعود ملكيتها مظفر بن غلام بن موسى بن أحمد البلوشي. بينما وصلت في المركز التاسع وتقدمت في هذه اللحظات، هذه افتكار تعود ملكيتها لمنصور بن ناصر بن علي النعيمي. بينما المركز العاشرة الشايبة محمد بن شامس بن خلفان المزروعي. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في شوط المحليات، وهو الشوط 21 في تعداد أشواط هذا الصباح، وهذه الأثارة والحماس في أرضية ميدان المرموم تحفة الميادين الذي تنطلق في هذه الأسماء والشعارات. وقال والمرموم منشا للأصايل والذلل من كل ميداني عن الله، تلتجي فيه القبائل والسلايل والروية تغذي الميدان كله. يا سلام يا سلام، هذا المرموم وميدان المرموم في انطلاقاته وفي تحدياته، عوده مرة ثانية إلى المراكز الأولى والانفراد. ما شاء الله، اللي من فرده سلسبيل تقود مساري هذا الشوط، وياتي محمد بن حميد بن محمد بن حارب الشامسي يتقدم على المركز الأول، وتنفرد من البداية سلسبيل وتقود مساري هذا الشوط، وتبدأ بير الشوط بجدارة وبيدان جميل. سلطة تأتي في المركز الثاني ومعتوق برغش بن طبازة بن الدود العامري راعي النصيبة كذلك، شعار يعرف الإنجازات ويعرف التحديات. بينما من الجانب الآخر الشاهينية لجاسم بن عامر بن سعيد بن حميد المشايخي، كذلك من أحد شباب السلطنة القادم في هذا الانطلاق من بدية من الرمال الذهبية. أيضا هناك وصلت في هذه اللحظات، وصلت صفوة ما يبنى لها طاري في العشر المراكز في النداء الأول، ولكنها تحركت في هذه اللحظات. أحمد بن بطي بن سيف السبوسي يتقدم في هذه اللحظات. بينما هناك حشيمة
حشيمة تتقدم محمد بن عبيد بن مبارك الكتبي شعار الدكتور الأصايل يتقدم في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، شوف 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 التحرك، شوف الدخول دخول 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 في هذه اللحظات. شايبة شايبة محمد بن شابس بخلفان المزروعي يتقدم في أول، محمد بن شاهين بخلفان، محمد بن شاهين بخلفان المزروعي يتقدم، المزروعي كذلك في هذا الانطلاق. شوف الأسماء تقاربت تقاربت، يعني يدل على التنافس، يدل على تبادل المراكز. يلا هني هني التركيز مطلوب، والمسايرة لها دور والمتابعة لها دور في مسار هذا الشوط والسيطرة. لا زالت سلسبيل سلسبيل محمد بن حميد بن حارب يتقدم، ولكن انخطف المركز الأول في هذه اللحظات من قبل الشايب محمد بن شاهين بن خلفان المزروعي يتقدم على المركز الأول، بينما وأيضا هناك هجن الصقار وشعاره، شعار الصقار كذلك متواجد وحاضر مع الشايب اللي تتصدر مجموعة هذا الشوط وتقود مساري هذا الشوط بتحدياته وانطلاقاته. المركز الثاني صفوة لأحمد بن بطي بن سيف الرايد السبوسي يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم. وأيضا هناك الأسماء، شوف حاضرين حاضرين، اختيار بدأت اختيار بالتحرك. عبد الله بن خليفة بن محمد المرر واصل ومقدم اختيار هناك بن شاهين المرر، ولكن شوفنا اشوف هذا الشعار القادم مشاهدينا الاعزاء، شعار بالخزع، هذا مبارك بالعثة بالخزع العامري يقدم لنا روعة في هذا الشوط، في هذا الشوط. وين 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 اللائحة؟ الكيلو الأخير غادرناه، الكيلو الخطير غادرناه، كيلو لو أمر. يلا حرك يا محرك، تابع يا متابع، ركز يا مركز، مسار الشوط يباله يباله، متابع يباله، لنشوف الأربع المراكز. وبقيادة الشايبة محمد بن شاهين بن خلفان المزروعي، كلن يبى الفوز، كلن يبى الناموس في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. يا سلام، راح رع النصيبة، راح رع النصيبة مع سلطة سلطة معتوق بالرغش بطفازة بردود العامري، ولكن الملاحقة لا زالت واردة روعة مبارك بالعث بالخزع العامري من أحد أعضاء قطاع الجنوبي. وهناك بن شاهين المرر، هناك بن شاهين بالصلف كذلك. يا الله يا سلام يا سلام، اختيار لعبد الله بن خليفة بن حمد بالصلف المرر يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم. وين 13 وصلت 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 جواهر، هذه جواهر لناصر بسالم بن حمد المالكي. يا سلام يا سلام، ولكن اهل القطاع الجنوبي واهل المصانع الجنوبية، مصانع الأصالة والناموس يتواجدون دائما. تهانينا مشاهدينا الاعزاء على فوز روع مبارك بالعث بالخزع العامري، لحظات الفوز ولحظات الناموس الأخيرة. تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني اختيار لعبد الله بن خليفة المرر، والمركز الثالث وصلت لجواهر لناصر بسالم بن حمد المالكي. المركز الرابع هذه شواهين لأحمد بن عبد الله بالطير العامري وصلت في المركز الرابع، بينما المركز الخامس رقم 18 وهذه وين تبقى المركز الخامس سلطة لمعتوق بالرغش بطفازة العامري. نعود إلى التوقيت الزمني في هذا الشوط وأثارته الذي حمل لنا الأثارة والحماس. شكرا مخرجنا، أيضا التوقيت واضح وجميل، هذا اللون للتوقيت كذلك. 9:08 و19 جزء من الثانية. تهانينا مشاهدين الأعزاء على هذا الفوز، ومبارك بالعث بالخزع العامري، وسلام يا هل مصانع الجنوب القطاع الجنوبي. بينما وصلت في المركز الثاني هذه وصلت اختيار في توقيت زمني 9:05 من الثانية، مالكها عبد الله بن خليفة بن محمد بالصلف المرر. والمركز الثالث من قدمت كذلك تنافس من البداية، وفي الأمتار الأخيرة قدمت أداء جميل، هذه جواهر الميدان. 9:09 18 جزء من الثانية. تهانينا لمالكها جواهر اللي هو ناصر بن سالم بن حمد المالكي، هكذا تهانينا والناموس.